اهلا بيكم في نص مشكل، وزي ما عودناكم كل مره معانا ضيفه جديده ومعانا وصفات جديده. والنهارده ضيفتنا مدام نظيره، ومدام نظيره لبنانيه وعايشه بقى لها 25 سنه في مصر، وهتعمل لنا اكل لبناني النهارده. اهلا وسهلا مدام نظيره، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، شرفتينا في نص مشكل. هتعملي لنا ايه النهارده؟ هنعمل فطاير بسبانخ، فطاير بلحمه، وهنعمل مناقيش كمان بالزعتر وبالجبنه. طب حلو قوي. وهنعمل ملوخيه. طب هي الملوخيه دي انا مستنيها على فكره، انا طلبها بالاسم عمري ما جربتها، وبيقول ان طعمها حلو جدا. طعمتها طيب، ملوخيه. بس انتوا بتاكلوش الملوخيه المصري بتاعتنا؟ لا، ولا بعد 25 سنه؟ لا انا باكلها. لو حد عاملها حلو باكلها. يعني مش كل الناس بتعملها طيبه، مش كل الناس، لو طازه، لو معموله اصوله بتطلع طيبه، بس هي نفس هو الملوخيه نفس الطعم يعني. والله بتختلف شوي بس حاجات بسيطه زي كده. طب هنشوف بقى مع بعض وندوق. طب تقول لنا المقادير النهارده ايه؟ تقريبا كيلو دقيق. نحطه. هنعجنه. هنحط شوية سكر. أوكي. أكتر من يعني، أنا بحط كمية أكتر كمان، بخليها طرية وتحمر بسرعة، يخليها طرية مش ناشفة. يعني تقريبا على كيلو دي هو حطينا 3 معالق سكر كبار. 3 معالق ممكن أكتر. هو المعلقتين ما بتأثرش معاكي في الطعم؟ لا، بتبقى مسكرة شوي، بتبقى لذيذة بس. بس بتخليها طرية مش ناشفة. ويدول معلقتين خميرة كمان بنحطهم فوقنا على طول. ونحط شوية ملح. انت كفايه تحطي ايدك فيها هتسكر. اي ميرسي، كلك ذوق والله، كلك ذوق. انا مش مي، المفروض كبيتين مي للكيلو دقيق. أوكي. ممكن في دقيق بيحتاج اكتر، في دقيق بيحتاج اقل، حسب ملمسه. يعني والعجينه لازم تحطي ايدك فيها. اي احسن يعني، انت بتحسيها كده تشوفي ايه طريه ناشفه، بتزودي لها بتقللي لها. بس هو الواحد بيقلل الاول وبعدين بيشوف. بس مش اي حد بيعرف يظبط العجينه. طبعا العجينه طبعا اذا ما كانتش طريه بتنشف بالفرن، بالظبط بتطلعش طيبه. طبعا احنا بلبنان عندنا فرن مخصوصه. طبعا كل شارع في فرن للمناقيش، وده بتعمل الخلطات بس بتنزليهم فعلا، وهو بيعملهم. تقولي بدي يوم مثلا على الغداء بيعمل كيوم، والمناقيش بتنزلي له الجبنه والزعتر وبيعملهم كبار وكده يعني، غير تاع البيت. بس هو بنضطر، ما في نحن. بس لو عندك فرن جنب البيت؟ لو في، بس ما هي فرن مخصوصه، ما بظنش بمصر بيعملوها يعني. طب افتكرتي ايه في لبنان ما لقيتوش هنا في مصر لما جيت؟ ما لقيتوش بمصر؟ في كتير اشياء مش موجوده بمصر بجد. على الاكل يعني؟ ايه، اشياء مثلا. أوكي. حلويات بالذات. الاكل كل شيء موجود، كل شيء موجود. لا انا مش هزعل. لا لا، كل شيء. لا عن جد الاكل، الاكل موجود، لكن حلوياتنا مش موجوده بمصر. طب عادات تقاليد موجوده عندكم مش موجود يعني؟ والله إيه اللي يعني ايه اللي افتقدتيه من هنا وايه اللي حبيتيه هنا وما كانش موجود؟ والله يعني انا شايفه والله هي الدنيا بتمشي، بس الناس طيبين. بيخدموا الواحد يعني. انا الحمد لله عندي اصدقاء كتير، وربنا دائما بيرزقني باصدقاء كويسين. الحمد لله. ده اهم حاجه. اهم حاجه، وين ما تروحي لو انت كويسه و صح هتلاقي ناس كويسه حواليك على طول. صح، عندك حق. ومصر حلوه ومعروفه يعني، ام الدنيا. اي طبعا، ان شاء الله دايما بتروق، وان شاء الله بترجع مثل ما كانت واحسن يا رب ان شاء الله. ممكن كده خلاص، ممكن نغطيها. طبعا تخمر. وخلاص هنحط العجينه تخمر. حطينا العجينه تخمر ورا، هنحضر الحشوات بتاعتنا. قبل ما نحضرها تكون الخميرة، العجينة خمرت ونبدأ نعمل. هنبتدي سبانخ. نغسله ونقطعه هيك صغير. ومنحط له شوية ملح عشان يدبل. ندعكه. حطوش على النار؟ لا أبدا فعلا. لا لا، طعمه بيتغير، بيصير كأنه مطبوخ. وبيصير ينزل مي، نحن ما بدنا فيه مي. بس انت اوريدي ما تحطي له ملح؟ ما هلأ بدنا نعصره. اوكي. بصي بصي قد ايه بيصيره.
ده في ساعتها بينزل. لانه لو طبختيه بتصير العجينه ما بتقفل، بفتلة مي بطل تقفل. لكن هيدي هلا بتشوفي فكره برضو. ايه ما هي هيك، ومش طيبه كمان مطبوخه، مش طيبه. هيدي شيء وهيدي، والطبخ شيء يعني سبانخ المطبوخه شيء وهيدي شيء. احنا نشرب العصير ده مغذي جدا، مفيد طبعا جدا. يا عشان لو فيها مي ما حيتقفل، ما حتقفل العجينه. ميه بجد طبعا. هو مش هينزل ميه تاني دلوقتي؟ منك نستفيد برضه. هيك بيعملوا. ها طبعا. وانا بحبها هيك، ما بحبها مطبوخه يعني، ما بحبها بالطبخ، بحبها بس فطاير. لونها احلى حتى ولا كله بياكلوها فطاير، بس بالطبخ لا. بس هلا ايه نحط البصل، وبصل ني، بصل ني، كل شيء ني، كل هول ني. اوكي حط البصل. وتقريبا بصل قدامه قد ايه سبانخ؟ يعني حبصلي حطينا لتقريبا كيلو سبانخ. أوكي. او نص كيلو سبانخ. أوكي. يعني كل واحدة تحط حسب الكميه اللي هتعملها، هتعمل 2 كيلو وتحط بصلتين ثلاثه، هتعمل اقل بصلي. اوكي وهنحط ليمون كمان. وهنحط شويه سمنه. هنحط دبس الرمان. هيدا كتير بيطيبها، هو بيخلي الصوص تاعها. حطينا ليمون وليمون هتبقى مززه وسمنه على مسكر. لانه الدبس الرمان مسكر. هنخلطها، نحط ملح، ما هنحط لانه حطينا لما دعكناها عصرناها. اوكي عايزين زيت، نحط زيت من هيدا. شويه زيت مش كتير. هي الخلطه دي اصلا تتاكل حاف كده. ايه طيبه، هلا دقيها شوفي شو طيبه. حطناش قرفه؟ لا ما بحطوا قرفه، لا لا قرفه للحمه ولا كذا. ما بعرف شو تخيل. بس هون انتم بمصر ما بتستعملوا كثير القرفه في الطبخ. نحن بنستعمله بالطبخ. لما بنسلق لحمه او دجاج لازم نحط قرفه. لازم ايه. باي شيء من قصدك لحمه نحط قرفه. انتم هون ما بتستعملوا كثير، بتستعملوا انتم الكمون اكثر. بطبخكم من نحن ما بنستعملش كمون في طبخنا. انتوا بتستعملوا ليمون كتير؟ ليمون كتير. بس انت بتستعملي ليمون الكبير مش الليمون. والله لما بلاقي هيدا بجيبه، لما بلاقي هيدا بفتكر لبنان وبشتري. هي بتبقى هيك الخلطه حلوه قوي. ودي اول خلطه لينا النهارده. هنعمل اللحمه، هنعمل اللحمه كمان كتير سهله. هيدا ربع كيلو لحمه طبعا، اللي بده اكثر لانه هو بيعملوا كثير فطاير. وما مش بتعصجي اللحمه ولا لا؟ لا نايمه، هي هتستوي لانه مكشوفه. هاي مقفوله. انا بحب جدا. هيدي مفتوحه. طب هي. عشان هتستوي بالفرن. ممكن افتح لك الفرن؟ لما نيجي. ودي بصله كمان. بدنا نعمل خلطه اللحمه، حطينا اللحمه والبصل. لحمه نيه والبصله، بصله وحده وطماطم مبروشه وبميتها. هلا هنصفيها لما بس تتخلط شوي بالخلطه. أوكي. يعني قبل ما نبدا نشتغل فيها هنصفيها. اوكي كمان هنحط سماق، معلقه كبيره سماق. هنحط كمان رب الرمان تدي لها طعم. معلقتين. هنحط شويه ملح. بس بتحط لهاش قرفه دي؟ هنحط فلفل. لو في قرفه ماشي عادي، ما تقولش لا يعني. لا للزفاره بتبقى حلوه. لكن نحط فلفل اسود، انا بستعمل فلفل اسود ده كل شيء بدي لها طعم. ممكن الواحد كمان واحد فلفل رومي، هي ما بنعملها نحن هيك، بس جربتها مره طلعت طيبه كمان. شبه الحواوشي تاعكم. هيك. اوكي هي ما بيحطوا لها زيت مثل هاي، اما عشان اللحمه فيها بس هيك. ايوه انا هلا لما بدي اشتغل بهاي بنصفيها عشان المي ما حتقفل العجينه. اوكي هاي ما بقى فيها مي. خلص. وكمان عشان بسرعه يعني بتتعمل.
طب وايه الاكثر الاكلات المصري اللي بتحبيها ولا حاجه؟ لا لا ازاي بعمل تعلمت صينيه بطاطس بالكريمه بالثوم كثير طيبه مع رز معمر بعمل كثير بطاطس مش بتاعنا هاي ناس فلاحين كده اصحابي هم بيعملوها عندهم بالبلد بعتوا لي منها عجبتني صرت اعملها دائما البطاطس عاد كيف صينيه البطاطس بحط الفراخ من تحت شرحات صدور وبطاطس مقطعه ببرش عليها ثوم وبتحطي مي بس تستوي شوي بتحطي لبن وبالاخر بتحطي الكريمه وحمريها بالفرن من اروع ما يكون فعلا اطيب من البطاطس العاديه تاعتكم بتاعتنا يعني مش كنا قبل ناكلها كثير هاي لا هاي بطلت اعمل ثاني فعلا كثير طيبه باكل كل الاكلات الكرومب صرت اعمله مثل الكون انا بحب الكرومب بتاعنا اكثر من الكرومب بتاعكم صراحه والله بصي يعني ورق العنب هلا عندنا كمان قالوا انه ما عجبهم تاعكم فعلا بس انا صرت اكله يعني بعمله طيب ياكله عجبني الكرومب العراقي المحشي العراقي كله بس رهيب بس هي بيعملوا محشي بصل في العراق صح حلو طيب تعلمت كيف يفتحوها البصل عجبني طعم صرت هلا عم بعمله وبيسقوه بتمر الهندي فعلا كثير طيب طب هتجي لنا مره تعمليه لنا عن جد كثير مره طب احنا حضرنا استاذ الحريق هنطلع فاصل حضرنا الحشوتين بتوعنا فاصل ونرجع لكم تاني رجعنا لكم تاني ومعانا مدام نظيره النهارده مدام نظيره من لبنان وبتعمل لنا المناقيش هتعمل لنا مناقيش وهتعمل لنا صفيحه بالجبنه صفيحه باللحمه وفطاير بالسبانخ واحنا حضرنا الخلطتين بتوعنا اللي هي سبانخ واللحمه المفرومه ودلوقتي هتشوف العجينه بتاعتنا تقريبا خمرت خلاص وكمان هنعمل مناقيش بالجبنه ومناقيش بالزعتر من نفس العجينه من نفس العجينه حتى بعدين كمان لو بقي ما بنرميها بنفردها لو واحد عنده لحمه معصقه بتحطيها وبتقفليها زي القطايفايه واقليها كمان طعم تاني مختلف وطيبه وبتستغلي كل العجينه ما بتروح على الفاضي والله الستات بتوع زمان دول يا جماعه ما فيش زيهم بس مش قوي مش زمان قوي مش زمان قوي لا انا قصدي امهاتنا يعني بيستغلوا كل حاجه في المطبخ طبعا برافو عليك ليه تترمي العجين انا كمان بحاول يعني يعني حتى لو ما بدك تعمليه حطيها بكيس وحطيها بالفريزر فيك تعملي فيها بيتزا يوم فعلا. تكوني مالكيش خلق مثلا تعجني ودي تنفع عجينه بيتزا كل شيء بتنفع كل شيء بتنفع لا ما بدي احط مش عايزه نحط زيت طلعنا الصينيتين وين هن عايزه صواني صغيره هاي خايفه تكون رقيقه ويتحرقوا من تحت هي هون هي وهنحط زيت فيها هنحط شويه زيت احط لك زيت حالا لانه انا مره جربت عندي بفرن بتاعت هيدا ضعيف بيتحرق صح عندك حق فيها زيت لا ما بهاي معلش ايه ده تركيز ضعيف حطي شمت بس حطي في الثاني بس كده وفي دول كمان عايزه ممكن نعمل فيهم المناقيش ونخلص نفسنا يعني هيك فردنا الرغيف هي بسمك مش كتير هنقطعه بس دي قطعتي حلو قوي ده غطا ايه ده غطا كنك بس بدل ما يكون تاني ويعذبك هيدا اسرع عشان ليه ايد من فوق ليه ايد ومقاسه كمان ومقاسه دايما مش بتلاقي المقاس صح هو غطا برطمان عشان الناس مش تقعد تشتري غطا برطمان حاجه اهو بصي يعني. وهون ما بنرميهم نرجع نعملهم هيك بنجمع بنرجع الباقيين وبنرجع نرقهم اوكي هايل طيب. انا عايزه افتح الفرن الثاني كمان اه
اعمله؟ اه يلا. انا بحب الايد عشان ايه حدد قد ايه ما يلزق بالعجين. انا هاخد حبه معايا البيت. هتشوفي يعني بده ايه. لا شكلها تحفه، متخيله طعمها عامل ازاي. طبعا لازم يكون الايدين ناشفين. اول شيء بالنص هيك بنعملها نصها مثل القطايفايه، نرجع بناخذ من هالميله بنعملها هيك تطلع هيك تطلع تاني مره تانية. هو كل واحد لي هول السبانخ لواحد احنا هون، واللحمه لانه مفتوحين لواحد. بنعمل كمان هي من النص هيك بنعملها اهو، بنعمل نصها مثل القطايفايه. تفضلي هون، وبنرجع بناخذ من هالميله هي، وبنشد عليها عشان ما تفتح من المي. ايوه شد عليها. ايوه ايوه خديها على النص بالضبط كده وشد عليها. سهله كثير قوي، والعجينه حلوه قوي، والعجينه طريه. نصها ما بندهنش وشهم اي حاجه. لا احنا بنرش هيك شويه زيت زيتون عليها بصراحه، يعني على الوش بس. السبانخ اللحمه لا، عشان اللحمة أصلاً فيها دسم. طبعاً لما بالبيت الواحد يعمل كتير بحطهم هيك خلف خلاف، واحدة هيك وواحدة هيك واحدة هيك، بيصيروا يساون. شوفي صح عندك حق. لكن هلأ عشان إيه كمية صغيرة هنبعدهم عن بعض. خلاص استعملي نوع دهتين ولا كفاية؟ نعمل لحمة. نعمل لحمة يعني. أوكي. ولعت الفرن. نعمل واحد. بس انا هيدي الاكل يعني من الصبح للظهر تاخذ معي، لانه بعمل كميات يعني ممكن اعمل لا مش لازم، ممكن اعمل 200 300 وحده مثلا، لو نص كيلو لحمه 2 كيلو سبانخ بيعملوا كثير. طب بيعملوا كثير، فانا وابني ومرته وجيران وتطلع الريحه طب انا جارتك في 6 اكتوبر. ايه اهلا وسهلا. طلع ريحه علينا شويه. اللحمة بقى بنعملها بطريقة تانية. ايه هلا برجيكي. طب كل هيدا ما بيترمى، بصي بتعمل كده بيرجع تاني الرغيف بيصير يرتاح شوي، نرجع نعمل فيه مرة تانية. احنا هاي الطريقة تاعتنا، بس انا لقيت طريقه اسهل لانه كثير ما عرفوا يعملوا تاعتنا. طبعا بنحط عليهم كلهم عشان مش كل شويه نشف ايدي و وده وبعدين ما دام متصفيين ومش حتشر مي. كلكم غاويين مطبخ؟ مش بالضرورة. مش بالضرورة. لا يعني عندي أختي عشان تشوفني على التلفزيون بعدين ما بتعرف تطبخ، هتزعل منك. ما في واحدة بتعرف وفي واحدة ما بتعرف. لا في واحدة هو مش لازم تبقي محترفة. يعني حضرتك ما شاء الله محترفة. يعني عندي أختي ما بتعرف تلف محشي أبدا، لازم الجيران يلفوا لها. لا أنا بعرف، وكلنا تعلمنا بنفس البيت وكلنا واحد كل واحد غاوي. غاوي. طيب هاي الطريقة تاعتنا بتاعت لبنان. تمسكيها من هون هيك. اوكي. هيك تعملي لها هيك ومن هون هيك. اوكي. بس الناس استصعبتها. انا لقيت طريقة اسهل، انه بتتجيب هيك من هون. بصي هنا من هنا. ومن هنا وحدة. من نص دايرة. هيك. ألطف. لقيت ظريفة. شبه واسهل.
من هالطريقه. مش شيش برك اسمه حاجه عندنا؟ اه شيش برك مش هيك خالص. لا هذيك صغيره مش وبيلفوها. مش شيش برك مش ايه. شيش برك. يعني لقيت هيك انه عشان حد يتعلمها هيك اسهل. أوكي. هيك كثير صعب يعني. حتى من جيراني حاولوا يتعلموها صعبه. هيك حتى علي لقيت اسرع كمان في الشغل. حتى شكلها لذيذ. طب بصي نعمل كمان وحده من هاي اهو. بصي هو الرجال بلبنان بالفرن بيعملها بهي الطريقه. اه بالضبط. يعني حتى الكبه ما شفت حدا عاملها صح فعلا. ما انا بتفرج على التلفزيون يعني على برامج ما شفت حدا حط الخلطه تاعتنا إيه الا بيحطوا فلفل وملح وبس. في زر ورد، في بردقوش، في كمون حب ونعناع بصله. كمون حب مش مطحون؟ اه ما كله هيدا بدنا نطحنه مع البصله والنعناع لوحدهم. هاي تحويجه بتبقى هالقد لوحدها. دي تحويجه كبه. تحويجه الكبه لازم ناكلها نيه، ناكلها مقليه بتتحط فيها وبتطحن بال زي الكريم. مفيش حاجه اسمها لحم مفرومه فعلا. والبرغل، برغل على ايدنا لازم يدق على ايد، ما في حدا بيعمله عنا. طب هتعملها لنا مره قبل بعد كده ان شاء الله. يعني منا بتتاكل نيه ومنا اقراص ومنا صينيه يعني. عرفتي كيف؟ نفس الخلطه. نفس الخلطه نفس كل شيء. بس الكبه النيه غير. إيه لا نفس نفسها، بس بتكون بدك تاكليها تكون لحمه طازه عشان تاكليها نيه يعني. بس لكن عندنا من الاكلات اللي ممكن الناس تعملها ثلاث مرات بالاسبوع، انا بعتبرها بلبنان اكله شعبيه اللي هي الكبه النيه. لازم بالبيت اذا مش كل يوم ثلاث اربع مرات بالاسبوع يعملوها فعلا. جنب الاكل مع فجل احمر صغير هالقد عندنا، مش مثل هذا الفجل الكبير وتطلع طيب. الفجل عندنا كبير كبير كثير. لا هنيك صغير قد كده يعني تاكليها كده على طول. طيب هنشتغل في المناقيش. خلص تحطيهم بالفرن. هو حط دول في الفرن. هو بيحمر فوق وتحت. طيب تحبي نعملهم زي الفرن كبار ولا انا بعملهم صغار؟ اللي انت عايزاه. احنا نعملهم اللي انت عايزاه مثل ما انا بعملهم هون يعني. بس عايزين نخلطهم مع زيت. مع زيت بكيس صغيره هيك بنخلط شوي بس، ما دام مش هنعمل كثير. واحكي لنا شوي على الزعتر، خلطة الزعتر بتاعت المدينة. الزعتر هاي يعني عارفة بيجيبوها من البلاد يعني، مش مثلا من جنوب من البقاع، دي نبتة الناس مثلا مخصوص بيقطفوها. حضرتك من أي حتة في بيروت؟ أنا من جنوب. من جنوب. أنا من جنوب بس سكان بيروت يعني. أوكي. يعني إحنا كل إنسان هونيك بلبنان عنده بيته أرض وساكن ببيروت. هيدي بس للصيف يعني. بيبقى عنده زيتون وبيطلع وبيعمل القمح، وبعد لغاية هلا يعني بيعملوا المولة بتاعت السنة. من قمح، من عدس، من زعتر، من رمان، من مربيات. والله دي بحب قوي. ايه لكن اسفرجل احنا عندنا المربى. ما عندناش ده. ما عندكم؟ عمري ما ذقته. كثير طيب. عرف. لما حدا لما ما هي ما في سمره. ايه انا سمعت انه في هون واحد عراقي عم بيجيب السمره دي. او سوري حاجه زي هيك. أوكي. وشفت ناس عراقيين. لا شفته جايبها مستورده. وشفت اصحابي عراقيين عاملينها. انت ممكن تشرحي لي هي ايه بالضبط؟ يعني هي تبع شبه كمتره قد كده كبيره. صفره من برا. اول ما تقشريها لانه كثير فيها حديد تلاقيها صارت بني. لما تطبخيها مربى بصير لونها مبيتي. مبيتي مبيتي. بدك تبرشيها وتعمليها مربى، بدك تعمليها حزوز كده زي بتوع التفاح. ما عندناش. فظيعه فعلا. كثير طيب. انت وعدتيني. كثير طيب والله. لما حدا يجيب لي. طيب هلا اختي يمكن تجي لعندي بالصيف. خلص انا اخويا تجيب لي. هات الصينيه. هلا زعتر ما هنعمل لهم هيك، هنحطهم بصي زي ما هن. طبعا بلبنان مثلها بس على اكبر. روح على قد دي. طبعا الزعتر دهين. على فكرة مره افطار بنعيش، مره افطار كنافه الصبح. بس الكنافه دي بقى بتجيبيها منين المفروكه دي؟ بتعمليها؟ لا
بس اجي من لبنان او حدا جاي بيبعثوا لي اياها جاهزه مغلفه بحطها. هي بيعملوها ما بعرف من سميده وحاجه نفس عجين شو الكنافه بتاعتنا بس هذيك بتبقى عامله زي سميده بيفكوها بطريقه معينه وكمان الجبنه كل من جميع النواحي ما بتزبط. والله تجربتي يعني؟ لا. طب ونبي جربي. ما بعرف. لا ما فكرة ماليش جربي والله لازم نشتغل بالحاجات اللي تحت ايدينا. ما شيء بس هيك بنعملها بالفرن بلبنان بالضبط هيك بهالطريقه بس على كبير طبعا. عشان ما ينزلوا. الزعتر ده حلو قوي. ريحته شفتي ريحته؟ ولونه. ريحته بتحرق لانه بلدي. بس مرات شوفي عشان تصدقي مره ما عمل هاخد تليفونك و لا انا اجيب لك منه يعني وما تخافيش تاكلي. لا ما بخافش انا بحب اجرب كل حاجه. يا وادي بنعيش الزعتر. وادي بنعيش الزعتر. نعمل الجبنه. نعمل الجبنه نعملهم صغار. نعمل تاني ولا دول كفايه؟ هنعمل دي واحده كبيره. ايه نعمل دي عايزين نعمل واحده كبيره زي ما انت عايز. ماشي نعمل واحده مفتوحه وبنعمل هول صغار بنقفلهم. اوكي عرفتي يلا قلك هنا زيت انا مش هعملها مفتوحه سكينه صغيره. مش معنى دي اللي هتاخد زبده كله امال هتبقى ناشفه. لا مش والطعم هتحطي على كله زبده اللي بس بتوع بس بتاع الجبنه فعلا. ايه انا اول مره اعرف انك تحط لها زبده. لازم بتنزليها عند الرجيب طبق الزبده او السمنه و بتبعتوا له كل حاجه. تبي الصينيه بتنزليه هو بيعمل لك اياهم بيقول لك تاخذيهم بعد شوي. لا مين ما مين بعد بيقدر يعمل بالبيت؟ ما في حدا اللي بيشتغل واللي صار كبير في السن. لكن زمان كنا بنعمل لكن المناقيش عمرنا ما عملناها بالبيت. بس انا هون بضطر اعملها طبعا. هي هنقطع الجبنه بي يا شب وين شفتها؟ هي سكاكين عذريني كثير نيش. هي هنعملها هيك. انا عايزه ابص على كيفي. ما دام طلعوا صوت معناته عم يستوي من تحت. من تحت طب اعمل ايه؟ هنشوفه. ابدل بعد شوي ما دام سمعوا صوتي. بس انا هقفلها هيك بهالطريقه. طب ولو مفتوحه بالجبنه؟ ايه بلا ممكن اعملها مفتوحه بس بتبقى ناشفه شوي. وبتحطي تحتيها الزبده؟ ايه هلا بتحطيها هون. وبحط هون هلا ممكن عليها. انا قصدي جواها زبده. حطيت انا قصدي المفتوحه الصغيره. كمان زبده طبعا طبعا لازم الزبده عشان اما جبنه وعيش ما بتاكلي جبنه وعيش. صح صح. هاي لو بده مثلا بعد ما تستوي ممكن قطع اثنين وتحطيه على السفره يعني كده. وبدك تعمليها مثلها بس على صغير. اوكي ممكن نحطيها تي على وشها تبقى كلها زبده. هقول لك ممكن نعمل هول نحطهم جنبها. طبعا انا بعمل حاجات بيتي يعني طبعا. زي ما بنعملها في البيت طبيعيه. لانه هاي لو كانت هلا مكشوفه وهي ناشفه بتنشف اكثر. عرفتي؟ بدك تبقى طريه بتستحق تتصرفي فيها زي ما انت عايزه. تقفلي في اليوم زيها زي الثاني. لو في عزومة الصبح فطار مثلا ممكن تعملي شوي من ده وشوي من ده. دايما بعزم جيراني على مناقيش الصبح. على طول خلي وحدة قدام وحدة عشان ما يطلعوا تخان من قدام. ما برمهمش؟ ايه لا برميها بس لما تيجي تعمليها خلي وحده اقرب من وحده. اوكي عرفتي؟ مش على بعض. ايه عشان ما تطلع تخينه. اوكي عرفتي؟ وادي كده احط
من حضرتك نستفيد برضو. لا وبرضه خلي بالك ماليش دعوه بالمطبخ. مالكيش دعوه بالمطبخ؟ امال مين اللي ليه دعوه؟ عن جد كل يوم بيبقى الواحد محتار شو بده يعمل اكل. دي اوحش حاجه دي. ولو حدا قال لي امي اعملي، ما فيش حدا عندي بيتعشى، ممنوع. بعمل مشكله لو حدا قال لي امي على المطبخ تاني، هو الغدا وبس. انا كل واحد بيفطر لوحده وكل واحد يتغدى يتعشى لوحده. انت لسه عندك ولاد قاعدين معاك في البيت؟ عندي بنت وشاب. اوكي. شمس اولى ثانوي وعلاء 26 سنة، والكبير مجوزته، عندي حفيدة زي القمر. حبيبة قلبي أكيد تجربي مصر على لبنان. طب هنقفل الجبنة بتاعتنا، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني ومعانا النهارده مدام نظيره، ومدام نظيره من لبنان، وعملت لنا الصفايح والمناقيش والفطاير بالسبانخ وباللحمه وبالزعتر وبالجبنه، ودلوقتي هتعمل لنا الملوخيه اللبناني اللي هي اسمها ايه بقى؟ ملوخيه. لا اسمها ملوخيه ايه؟ اسمها بوراني او حاجه كده؟ لا 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 اسمها ملوخيه بس، ممكن مناطق تاني يكون لها اسماء تاني، لكن هي اسمها ملوخيه، ملوخيه بالدجاج، ملوخيه باللحمه. انما الايه موضوع بوراني ده ما بعرف انا، ممكن يكون سوريا يمكن مسمينه هيك. انتوا صح مالكوش دعوه، لكن هي اسمها ملوخيه بصراحه. والاكله دي بيتعمل معاها رز بالشعريه، لازم رز بالشعريه، لازم رز بالشعريه، وكمان بنحب ناكلها كمان بالعيش مع بعض، الرز والملوخيه مع بعض. معقوله؟ بالعيش كل اللي خاني الباميه والملوخيه بناكلهم بهالطريقه. اوكي. انا عم بقول لك على الناس اللي عايشين عادي بيعملوا بياكلوا، انا عم بقول لك بهالطريقه. اوكي. اللي بحب ياكلها بالمعلقه، واللي بحب كمان ممكن تعملي بصل وخل. احنا بنعملها بالبصل في ساعات لوحدهم. وبيحمصوا عيش وبتحطوا بيحطوا طبقات، طبقه رز طبقه ملوخيه. هي الملوخيه ايه، بس نحن ما بنعملها، بس برضه بتبقى لذيذه يعني، البصل مع الخل معها بتبقى طيبه. طب حلوه قوي. ممكن فلفل رومي جنبها تكليه كده، وعصر احنا لازم نعصرها ليمون، وانت عم تاكلي بنعصرها ليمون. فعلا بنتي بتحب تحط على الملوخيه ليمون. الملوخيه لازم ليمون. طيب قولي لي مقادير الملوخيه بتاعتنا. مش عارفه، كيلو ملوخيه مثلا. ونص كيلو فراخ. فراخ مسلوقه؟ فراخ مسلوقه. ممكن لحمه. ممكن فراخ ولحمه بعض تطلع دسمه اكتر وطيبه. فعلا. واحنا بنحطهم بقلبها يعني، بنفصفص الفراخ وبنحطهم بقلبيها، هلا بنشوف الطريقه. اوكي. وكزبره خضراء وثوم فصوص، وثوم برضو مطحون، وكزبره ناشفه. اوكي طيب دي. انا الرز ليش عم تحمري؟ حطي له مي. هحط لك حالا مي عشان الاكله دي لازم ينزل مع رز بالشعريه. لازم ده قليل. عايزه تاني؟ احط لك تاني. قليل. قولي لي امتى بس خلص. حط ملح. بص على المناقيش بتاعتنا دي. دول خلاص. انا هطلعهم لك وحطي دي مكانها. اوكي بس خلاص، وقولي لك مش عايزين ينشفوا. هطلعهم لك. بعمل انا الملوخيه ولا لما تجي؟ حضرتك تعملي الملوخيه. يلا ادي سمنه او زبده عشان النار عالية شوية. اوطيها لك. هنحط الكزبرة الخضرة. انا حطيت الثوم مطحون، وثوم كمان فصوص، والكزبرة ناشفة، وشوية ملح. طبعا هون على قد الكمية، لكن ممكن نحط اثنين كزبرة خضراء. حتى ثوم صحيح وثوم مطحون. صحيح بيبقى كده مستوي بالاكل كتير طيب. واحنا بنحط طبق مليان يعني، بنحط راسين كبار. مش دول بس، هول عشان كم. لا مش على دول، على كمية أكبر. انا عملت دول على، وعملنا كم واحد برضو مقليين.
مفرومين. يعني حضرتك حطيتي الثوم العادي عشان انا ثوم مفروم وثوم فصوص وكزبره خضراء وكزبره ناشفه. اوكي خلاص يتقلوا. اللي بيحب حاره ممكن يحط قرن فلفل حراق. اوكي هنحط الشوربه. مفيش كبشه حلو. هنغطي عليه ده، عايزه كبشه حلو. قبل هنحط، هنرجع نحط الملوخيه تتدبل فوقيهم. كده الرز بتاعنا هنغطي عليه. وهي بشوف تتمسك كده بالفوطه. يعني احنا هيك بنقليها اول لوحده وبنقلب مقلي الكزبره والثوم ونحطهم فوق. بس هلا ايه استسهلنا الموضوع ونفس النتيجه، يعني ما يطلعش الواحد نوعين كتير و صح وتقع تسقط. ايه هلا شفتي قد ايه صاروا الملوخيه؟ ولا شيء، حبه صغيرين. يعني مش مثل ما في ناس لما يقولوا لك ملوخيه ورق هتبقى عايمه على الوش ومش عارفه ايه وبتجري و بتبقاش كده ابدا، لانه ما بنكترها هلا شوربه. عرفتي؟ صار بدنا حمام كمان. احلى ريحه في الدنيا توم وكزبره وملوخيه. طبعا بتكون الشوربه دسمه، فيها عظام مثلا، فيها لحمه وفراخ. ليه بيعملوهم فراخ ولحمه مع بعض؟ بتبقى دسمه اكثر طبعا، كميه بتبقى اكبر طبعا. اكيد انا على انتوا هم بتحطوا بقلبها شيء، يعني ما بتحطوا اللحمه والفراخ، بتحطوا اللحمه لوحدها برا. بس معاها بتبقى بنسلقها وبعدين ليه لوحدها بتحمل تبقى ناشفه. بس برضو حضرتك بتسلقي اللحمه الاول؟ طبعا طبعا اللحمه تاني. طبعا طبعا يلا. هنحط الفراخ بقلبها مفصصين. سكين مع هلا بيصيروا نفس الطعم. عرفتي؟ الفراخ حلوه دي. بس ما بينشفوش؟ لا ليه، بالعكس حيبقوا طرايا. لانه عم يغلوا معها ليه بينشفوا؟ بالعكس لو قليتيها حمرتيها الفراخ ممكن تنشف. بتنشف طبعا. هاي طريقتها. طيب احنا حاطين نشوف دول اللي بالفرن. هنبص عليهم. هنحضر الملوخية بتاعتنا. فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني ومعانا مدام نظيرة النهاردة. ومدام نظيرة عملت لنا كل أنواع المناقيش والصفايح والفطاير، وكمان عملنا الملوخيه على الطريقه اللبنانيه اللي هي الملوخيه الورق، ودلوقتي هي على النار. وعندنا الرز كمان بالشعريه اللي هنقدمه مع الملوخيه. وعملنا قدمنا كمان طلعناهم من الفرن الفطاير بتاعتنا جاهزين. ودلوقتي انا هعمل سلطه رنجه، سلطه خفيفه جدا وعباره عن رنجه وخس وبصل وفلفل الوان احمر واصفر وزيتون مخلل اخضر وتوم وبشر ليمون وزبيب وليمون وسكر ورشه شطه. هبتدي احط اظبط الطبق بتاعي، احط الخس كده، احط عليه الرنجه. مدام نظيره نبص على الملوخيه ونشوف ايه الاخبار. على النار لسه شويه؟ لا خلص يلا ممكن. خلص طيب. ممكن نطفي. ارص الرنجه بتاعتي كده. كيف تطفي؟ هطفي لك حالا البوتاجاز. والرز اخباره ايه؟ ممكن طبعا نحطها في ليهات كده ونقطعها حتت صغيره ونقلبها بقى مع الفلفل الملون والدريسنج دلوقتي اللي هعمله عليها. ايه رز بس شويه بس دقيقه. ده اهم حاجه في العيشه، الرز ابو شعريه ده اطعم حاجه مش كده؟ تاكلوه انتوا مع الخضار، مع كل شيء، مع البامي، مع الملوخيه، مع البازيلا. مع السمك؟ لا ما حدش بياكله مع السمك الا بيتنا بس انتوا.
نحن بنعمل لا حتى مش بتوع القاهره ما بياكلوش. احنا في بورسعيد بناكل مع السمك، بنعمل معه بابا غنوج متبل وباذنجان مقلي، بطاطس بكزبره وثوم، سردين صغير، بيعملوا كل انواع المقليات مع السمك. الرز بيعملوا صياديه لوحده، حاجه اسمها صياديه. ما صياديه دي احنا كمان دي لوحده، بس غير كمان صياديتكم طريقه غير خالص. ليه مش بتحمروا البصل؟ بيحمروا البصل، وبس احنا بنحط كراويه. لا احنا ما بنحطش، بنحط كراويه خالص. عشان تفرق، ما تبقاش مثلا زي المقلوبه، زي يبقى لها طعم مختلف. مقلوبه سمك؟ لا، مقلوبه اي مقلوبه عادية. يعني اي رز بيبقى له كله بالبصل. بس المقلوبه بتحط لها بصل احمر؟ لا انا ما بحطش بصل. انه بقصد بيبقى نفس طعم الرز، غامق كده نفس اللي هيدا. طيب كراويه بيغير الطعم. هعمل معلش استاذنك، الصوص بتاعي عباره عن زيت زيتون، هكتر شويه زيت الزيتون، احط عليه معلقه سكر، تاخد معلقه ثوم صغيره مفروم، احط عليه بشر ليمون، وهحط عليه ليمون كمان، ومعلقه شطه بودره او نحط شطه حاميه، وحبه فلفل. بس نحط عليهم زيتون المخلل والزبيب والبصل والفلفل، وبصل وفلفل، وطبعا ممكن نحط معاه شبت، ممكن نحط معاه بقدونس، ممكن نحط معاه نعناع زي ما احنا عايزين، الموضوع بتاعنا يعني. والفلفل الاحمر، وطبعا لو قرن شطه حراق هيبقى ظريف جدا. هي الالوان حلوه طبعا، الالوان حلوه قوي. ونقدمهم معاها، نحط عليها من حواليها، ومن حواليها دلوقتي كمان. كمان هاي الرنجة بس انتوا بمصر بتاكلوها؟ والله ما بتاكلوهاش انتوا كمان؟ لا خالص. فعلا؟ خالص. ولا عندكم اي نوع سمك مخلل او مدخن؟ ايه سمك مخلل؟ سمك مملع؟ ابدا. فعلا؟ غريبة جدا. عشان ما يحصل لهمش تسمم زي اللي بيحصل. نحط تسمم؟ لا ما مش لازم تاكلوا فسيخ يعني، بس ممكن تاكلوا سمك معرفش بيعملوه ازاي. لا ما عندناش ليمون خالص. انا خدت شرحات الليمون بتاعتك. مش مشكله، انا بتكلم لبناني على فكره دلوقتي. بس كده هنبتدي نغرف الرز الرز والايه الرز والملوخيه بتاعتنا عشان ندوقهم. حط نعناع. ما قلتليش عجبتك اللحمه؟ دقتيها؟ هي لحمه تهبل طبعا لسه دلوقتي يا جماعه. العجينه بتاعت المناقيش معديه ما حصلتش، ودلوقتي اللحمه اللي انا اخدت منها حته تحفه يعني، تسلم ايدك بجد والله. صحتي. بس انا مصره ان انت تاكلي معايا. ميرسي. انا زهقانه منك. انت اكلتيني النهارده. وبعدين نقطع شويه نعناع عليهم او شبت او اي حاجه خضراء نحطها. ده طبق السلطه بتاعنا جاهز. انت مش عايزه تدوقي السلطه بتاعتي حتى؟ ما بيكلها هزعل ابدا. ما بتاكلي رنجه؟ ما بتفوت بيتنا اصلا. لا معقوله؟ ولا حتى من باب التجربه كده؟ ولا انا ولا ولادي حتى ما تعودوا. عايزه اقول لك حاجه، هي فعلا تعود. ما جربناها بس ريحتها فظيعه اصلا الرنجه. رينجا ريحتها فظيعه. بالنسبه لنا ما بعرف. اوكي ما حبينا. بس حلوه قوي. اكيد. طب جربي الوصفه بتاعتي. بعدين مصر كلها بتاكلها. بس عارفه انت ممكن تعمليها كمان زي هي الفكره نفسها. ما بعرف عشان مش متعودين عليها هي، بس عادي يمكن لو دقناها مثل ما انتم ما بتاكلوا اللحم النيه ونحن بناكلها كل يوم. ما هي كمان
نفس الشيء هي تعود يعني. طيب هنقدم ال بس نطفي ده لانه يعني ده كله. ها هنقدم الملوخيه بتاعتنا. ادي الكبشه هناك. الكبشه هاي كفكير في مغرفه. الكبشه هاي هي بتبقى ميتها قليله؟ اه بتبقى قليله. اوكي طبق يعني كبير عليا. طبق كبير مش مشكله. تعطي هون تعطي شكله هيك عليا. بس نجيب ال عايزه مناديل ننظف الطبق. بس مساحه نديها لون. كمان الرز بتاعنا شعرية. مدام نظيرة أنا بتشكر لك جدا 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 على الحلقة النهاردة. شرفتينا ونورتي برنامج نص مشكل. ويا رب تكوني انبسطتي معانا ان شاء الله. يا رب دايما عامر ومصر بخير ان شاء الله. تاني وتاني يا رب ان شاء الله. ويا رب تكون وصفاتنا النهارده عجبتكم. ونشوفكم على خير. باي باي. باي باي.